أنا يعني أأمل من هذا اللقاء، هذا المؤتمر أن يكون بداية لعمل ميداني. اليوم إحنا في عالمنا الدين هو مختطف، الدين هو رهينة بأيادي أناس متطرفين يدعون الإسلام ويعملون فظائع ويعملون أشياء مقززة باسم الدين، باسم الدين الإسلامي. فاللي أتمناه من هذا المؤتمر بأنه رجال الدين والمسؤولين السياسيين والمسؤولين الحوار الديني أن يكونوا قادرين على أن يقفوا بصوت واحد ويندّدوا بكل ما هو ينتقص من كرامة الإنسان، ينددوا بكل ما يعني يدمر يحطم الإنسان، وأن يكون لنا صوت نقول بأنه الدين هو بريء من كل هذه الأعمال، أن يكون الدين هو باعث للسلام والوئام كما هو منذ بدايته. الله أعطانا الشرائع السماوية، أعطانا الدين من أجل أن نعيش إنسانيتنا بشكل سليم وبشكل صحيح. فغير ممكن بأنه الدين يدعو إلى القتل، يدعو إلى الذبح، يدعو إلى الأشياء البشعة اللي نراها كل يوم وفي بلداننا الشرق أوسطية. فإذا تمنياتي وأأمل بأنه هذا المؤتمر يكون بعث وحث لرجال الدين والمسؤولين من أجل أن يقفوا بصوت واحد وينادوا من أجل تخليص وتخليص الدين من هل الآفة، من هل السجن اللي يحاولون أن يخلون الدين به الناس المتطرفين والناس اللي لا يحبون الحياة الظلامين.